طيب بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولنا ربنا زدنا علما فهما امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في هذا المساء السعيد اليوم المبارك سيد الأيام يعني يوم الجمعة قدرنا على الحضور هنا لأجل يعني البرنامج المحبوب تسميع لقراءة القرآن لختم القرآن وإن شاء الله سيقوم هذا البرنامج بختم القرآن بأختنا المحبوبة النساء نور لطيفة binti almarhum Teddy Trisnadi jaa min Majalengka Jawa al-Gharbiyah wa qubayla kulli shay uridu an aqra' lakum al-barnamaj fi hadha al-masa' as-sa'id an-namrah al-ula al-iftitah summa yalih at-tawjihat wal-irshadat min abina wal-ustadina al-mahbub الأستاذ سهود الحافظ ثم يريه ختم القرآن وتسمع بأختنا المحبوبة النساء نور لطيفة بنتي المرحوم تيدي تريسنادي ثم يليه التحنية من والدين أو من أسراتها وثم يليه الأخير الاحتتام والبرنامج الأول يعني الافتتاح حيا نقرأ هذا البرنامج بقراءة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Wa thumma hayya naftatih hadzal barnamaj kadzalika biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qubayla namdi ila barnamaji tasmi' li ukhtina An-Nisa Nur Latifah. وسيقوم بالتوجيهات والإرشادات ونسمع كلام هذا الكلام من أستاذنا المحبوب الأستاذ سهود الحافظ الوقت إياه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين Anak-anakku hari ini kita akan sama-sama mengantarkan Ananda An-Nisa Nur Latifah yang insyaallah akan menyelesaikan tuntas program setoran tahfidz hafalan 30 juz. Tentu ini bukan merupakan awal dari segala-galanya, kan, tetapi ini adalah permulaan dari perjuangan yang harus terus dipertahankan, diistiqomahkan di dalam menjalani waktu demi waktu tiada terlupakan dengan murojaah. Oleh karena itu, di hari yang sangat mulia ini, hari Jumat, kita akan sama-sama mendoakan, mendengarkan dengan seksama tahtiman Al-Quran, dimulai
dari awal juz 30, kemudian nanti dilanjutkan dengan doa insyaallah, yang kemudian selanjutnya nanti akan kita undang beberapa orang tua yang akan menyampaikan sepatah dua kata ucapan selamat kepada Ananda pada sore hari ini. Insyaallah kita semua yang hadir di majelis ini dapat keberkahannya, dan kita semua akan diberkahi di dalam keberkahan pada acara khataman Al-Quran di sore hari ini insyaallah. Tanggal 19 Februari tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, 1 atau 2, sehingga kita akan sama-sama mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Demikian kata pengantar dari saya. Mudah-mudahan Allah memperkenankan acara ini, dan selanjutnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum kepada Ananda yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz An-Nisa Nur Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خير كثيرا للتوجيهات والإرشادات من أبينا وأستاذنا المحبوب الأستاذ سهود الحافظ. وبعد البرنامج المحبوب في هذا المساء يعني تسميع لقراءة القرآن لختم القرآن في جزء 30 بأختنا النساء نور لطيفة بنتي المرحوم تيدي تريسنادي جاءت من مجالنكا جوا الغربية الوقت إياها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزينكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yakumu ruhu wal malaikatu safa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba dhalikal yawmul haq faman syaa attakhidha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wannazi'ati ghurqa wannashitati nashta wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudammirati amra yawma tarjufu rajifa tatba'uha radifa qulubu yawma idin wajifa absaruha khashi'a yaquluna innal marduduna fil hafira a idza kunna idhaman nakhra qalu tilka idza karatun khasira fa innama hiya zajratun wahida fa idza hum bisakhira. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al ayata al kubra fakadzaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha a'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawaha waghtasha laylaha wa akhraj duhaha wal ardu ba'da dhalika dahaha akhraj minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'ati at-tammatul kubra yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta munzirun man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan awduhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkira faman syaa dzakara fihi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aydi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu faqbarah summa idza syaa ansharah kalla lamma yakdi ma amarah فلينظر الإنسان إلى طعامي أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقلبا والزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار أطلت وإذا الوحوش شرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السوف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت علمت نفس ما أحضرت. وإذا جنة الأزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لما شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم بها تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيم أين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت ربها وهكت وإذا الأرض مدت والقط ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهكت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنهم ظن أن لن يهور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barilladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Dzalikal yaumul hariq Dzalikal fawzul adzim Dzalikal fawzul kabir Inna batsya rabbika lasyadid Innahu huwa yubdi'u wa yu'id Wa huwal ghafurul wadud Dzul arsyil majid Fa'alul lima yurid Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa thamud Balil ladhina kafaru fi takdhib Wallahu min waraihim muhit Bal huwa Qur'anun majid Fi lawhim mahfud Bismillahirrahmanirrahim Wassamai wa tariq Wa ma adraka ma tariq An-najmu thaqib Yakulu nafsin lama aliha hafidh Falyadhur al-insanu mimma khuliq Khuliqa mimma indafiq Yakhruj min bayni sulbi wa taraib Innahu ala raj'ihi laqadir Yawma tubla sarair Fama lahu min kuwati wala nasir Wassamai dhati raj' Wal aridi dhati sad Innahu laqawlu fasal Wa ma huwa bilhazr Innahum yakiduna kaida Wakidu kaida Famahiril kafirin amhilhum ruwaida Bismillahirrahmanirrahim Sabbihi isma rabbikal a'la Alladhi khalaqa fasawwa Walladhi qaddara fahda Walladhi akhrajal mar'a Faj'alahu ghusaan ahwa Sanukriyuka fala tansa Illa ma sya'allah Innahu ya'lamul jahr wa ma yakhfa Wa nuyassiruka lil yusra Fadhakkir inna fa'ati dhikra Sayadhakur man yakhsha ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزربي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل ألم يره أحد يقول الإنسان ألم نجعل الأرض ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إن لم تغى أو إلا ابتغاء ربه إلا ابتغاء ربي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أكبر ولله الحمد. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بحكم الحاكمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فإن إلى ربك رجعى إن إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى إن إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطئه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لهب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth, wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh, fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, narun hamiyah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumu takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yakin latarawunna aljahim thumma latarawunna ha'inal yakin thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليه موصدة في عمل ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. لإلافي قريش إلافي مرهلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ilaha illa huwa al hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa ma min ilmihi illa bima sya', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan saudara kita, saudari kita, ananda kita, anak kita, Anissa Nur Latifah, yang saat ini telah selesai menyetorkan hafalan 30 juz, dan ini insyaallah akan terus dilanjutkan sebagaimana program Mutkin, kemudian Tahsinul Quran, bagaimana memperkuat lagi di dalam mengucapkan ilmu tajwid. Dan program Mutkin itu adalah salah satu hal yang menjadi program di mana lancar hafalannya, lalu kemudian sangat bagus bacaannya. Sehingga kami mohon doa dari para jamaah sekalian untuk terus mendoakan Ananda Anissa Nur Latifah ini,
agar hafalannya kelak menjadi hafalan yang betul-betul bisa menjadi amal, dan kemudian bacaannya semakin indah dan semakin kuat, semakin tajam di dalam baik makharijul huruf, tajwid dan sebagainya, persis apa yang diinginkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu di sore hari ini kita akan sama-sama doakan doa khutbul Quran yang insyaallah menjadi doa terbaik, doa yang insyaallah mudah-mudahan diijabah, karena salah satu doa yang diijabah adalah doa di hari Jumat menjelang maghrib seperti ini. Ini adalah doa mustajabah insyaallah. Mari kita sama-sama aminkan untuk sama-sama berdoa, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين
ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، وألبسنا بخلأة ختم القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن، وارحم جميع أمة محمد عليهم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين، واكتب بالسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والهياتين والمسافرين والمقيمين في برك وبهرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين يا الله. Saat ini engkau menghendaki hambamu ya Allah, An-Nanda An-Nisa Nur Latifah. Telah engkau berikan amanah hafalan ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, agar hafalannya kelak menjadi amal ya Allah. Hafalannya bisa menjadi pembelajaran baginya ya Allah, untuk dapat diajarkan kembali ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan hafalan kali ini ya Allah, yang telah engkau amanahkan seluruh hadiahnya, engkau kirimkan kepada kedua orang tuanya ya Allah, yang sudah mendahulunya ya Allah. Engkau telah menghendaki ayah bundanya engkau panggil menghadapmu ya Allah. Engkau berikan anugerah hidayah kepada putrinya ya Allah. Saat ini engkau berikan amanah takdir terbaik untuk dapat menyelesaikan hafalan 30 juz ya Allah. Cerdaskanlah untuk terus mengulang-ulang hafalannya ya Allah, untuk dapat memurojaah dan terus mengulang-ulang ya Allah. Jauhkan dari lupa ya Allah, dekatkan dengan ingatnya ya Allah. Jangan engkau beri kesempatan lalai ya Allah. Jangan engkau beri kesempatan lupa ya Allah. Ya Allah, berikan anak-anak kami yang saat ini telah menghafal Al-Quran ya Allah,
Engkau berikan anugerah kemudahan ya Allah, kecerdasan yang sangat hebat ya Allah. Istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah. Rabbana afrig alaina sabran wa tawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Berkahi kami yang hadir saat ini ya Allah. Berkahi saudara-saudari kami yang saat ini bersama-sama menyaksikan dimanapun berada ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, bilqabul bisirril fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. Mudah-mudahan doa yang telah sama-sama kita harapkan ini menjadi salah satu doa yang betul-betul bisa menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba menghubungi orang tua angkat dari Ananda Anissa Nur Latifah. Kita coba apakah sudah terhubung ini. Ya, kita salat bersama-sama untuk menunggu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai orang tua angkat dari Anissa Nur Latifah mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada seluruh asatidz yang telah membimbing anak kami. Dan kami tidak bisa mengucapkan apa-apa, hanya doa untuk besar dan sadar yang begitu bikin hati mendidik anak kami, sehingga alhamdulillah 30 Jun kami bisa terus apa, mudah-mudahan doa dari semuanya Nesa bisa istiqomah dalam menghafal dan juga merajaannya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan amanah kepada Anis bisa hafalan 30 juz, sudah mendengar, sudah bisa memegang, mudah-mudahan sudah bisa memberikan syafaat kepada semua orang tuanya yang terluka. Sekali lagi jazakallah khairan kepada semua kepada Anis Nur Latifah, mudah-mudahan setiap pemahaman di dalam mengambil amanahnya. Hanya itu aja Ustaz. Baik. Baik Ibu, boleh harapan atau apa disampaikan kepada Ananda? Silahkan Bu.
harapan kami sebagai orang tua mudah-mudahan Anissa bisa istiqomah dalam menghafal Al-Qur'annya dan juga bisa bermanfaat dan saudara yang lainnya juga. Harapan kami sampai terlupakan kebaikan. Baik, Ibu. Halo, Bu. Iya, Ustaz, ya. Iya. Untuk Ananda Andisa ini memang subhanallah ya, Bu ya. Ujiannya adalah Allah lebih memanggil terlebih dahulu orang tuanya, sehingga ujian ini betul-betul menjadi ujian yang sangat luar biasa. Bagaimana perasaan ibu atau rasa yang dirasakan oleh ibu sebagai orang tua angkat ya, Bu ya? Orang tua angkat. Bagaimana perasaan ibu? Perasaan saya besar, begitu bahagia, begitu bangga, karena memang Al-Quran itu tidak mudah untuk dihafal. Maksudnya tidak mudah itu karena gara-gara kebakaran kita lalai. Kadang-kadang kita tidak konsentrasi, gitu saja. Alhamdulillah, saya bahagia sekali, sangat bangga sekali, kami bisa menghatamkan di pesantren Ustaz, mudah-mudahan tambah berokah. Makah yang mudah berokusnya lagi pesantren yang khususnya untuk Nisa. Amin. Boleh diceritakan ibu orang tuanya ayah ibu itu meninggalnya pas sejak usia berapa Ananda Anissa ini? Anissa itu meninggal ayah ibunya yang pertama bukan Ustaz, ibunya yang pertama meninggal saat SD untuk SMP kalau nggak salah. SD masuk ke SMP ya. Kemudian kemudian setelah itu tidak lama waktu Bu Anissa SMA ayahnya sakit dan tidak bisa berbuat apa, dan memang dia setrum lama di dalam keringan dalam penyakitnya. Alhamdulillah dia bisa merawatnya dan alhamdulillah. Masya Allah. Nisa sama kakaknya memang selalu berawat dengan ini. Kira-kira aliyah kelas 2 kalau gak salah. Waktu itu dia meninggal dunia. Dan saya sebagai tangganya yang berat, masih kewajiban untuk tetap mengawasi agar Nisa jadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik ibu. Tapi alhamdulillah dengan kegigihannya, pernah dia pesantren sampai sangat tetap dia pesantren katanya sebagai pencuri lagi pesantren yang tetap bisa membuatnya tidak mampu kepalanya yang 37 kilo. Alhamdulillah Anissa bisa sampai 30 juta, walaupun memang bukan darah daging, tapi Masya Allah. Iya, Bu. Saya mencintai diri sama Allah. Jadi yang lebih sangat diambil hikmahnya adalah ketika sudah tidak ada orang tua, tapi anak justru malah mau menghafalkan Quran ya, Bu ya? Alhamdulillah Ustaz, waktu Anissa sekolah aliyah, kami bimbing dan kami arahkan agar selalu jadi anak sekolah yang bisa mengangkat orang tuanya. Masya Allah, ini pasti orang tuanya di alam kubur bahagia ya, Bu ya? Senang pasti. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Dan jadi sokongan mereka. Masya Allah, setiap huruf yang dibaca pahalanya mengalir kepada orang tua yang sudah mendahuluinya. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah.
Baik Ibu, ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada kata lain Ustaz, hanya untuk hanya bisa memberikan doa kepada Ustaz dan juga kepada kita, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, mudah-mudahan selalu dan tapi hari kiamat. Amin, amin. Untuk hari itu kita perlu harga segera. Amin. InsyaAllah Ibu sudah sangat berbuat baik dan ini tidak ada yang pernah terlepas catatannya. Amin. InsyaAllah. Baik Ibu, kami sampaikan jazakumullah khair. Mudah-mudahan Ibu bersama keluarga terus semangat, memotivasi bagi anak-anak seperti Teh Anissa ini insyaAllah Ibu ya. Baik. Jazakumullah khairan kathiran. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah kepada ibu dari orang tua angkat ya, orang tua angkat Teh Anissa. Kita sambil menunggu sambutan terakhir, boleh salawatan dulu Ustadz Al-Ghifari. Kita akan menunggu sambungan langsung dari ayahanda Bapak Haji Agus. Mudah-mudahan beliau bisa dihubungi. Insyaallah dalam beberapa saat kita akan terhubung dengan beliau. Dan memang tidak mudah ya menghafal Quran itu. Ada yang justru diuji dengan ekonomi, ada yang justru diuji dengan asrama, asrama. Ada justru malah secara ukhrawi saudari kita ini Teh Anissa membangun dirinya di saat orang tuanya sudah mendahului, tapi bagaimana bisa bangkit untuk bisa menghafal Al-Quran. Jarang loh teman-teman, jarang. Walaupun tidak mudah. Kita ditinggalkan teman kita saja kadang-kadang sedih ya kan, sedih banget. Kita ditinggal padahal hanya ditinggalkan beberapa saat, itu pun ada perasaan sedih. Apalagi ditinggal sama orang tua untuk selama-lamanya, tapi enggak selama-lamanya lah ya, maksudnya kelak akan bertemu di alam kubur tentunya. Kita semua akan menuju sana. Tapi ketika bangkit kemudian punya cita-cita ingin menghafal Al-Quran, setelah semua orang tua tidak ada, ayah tidak ada, ibu juga tidak ada, tapi kemudian malah bisa punya rencana baik untuk menghafal Al-Quran. Bukan bekerja nyari uang atau bagaimana, enggak malah ya, tapi malah justru menghafal Al-Quran. Apakah sudah terhubung? Jadi betul-betul ini secara positif kita harus lebih semangat lagi. Kalian masih bersyukur punya orang tua, punya ayah, punya bunda, atau masih punya bunda saja. Betul-betul bersyukur. Ada yang memotivasi, ya kan? Ada yang memberi semangat, ada yang bisa ditelepon, ada yang bisa diajak ngobrol, ya kan? Kalau Teh Anissa hanya orang-orang yang kemudian punya semangat untuk menjadi keluarganya, semangat untuk menjadi keluarganya, sehingga pada akhirnya ada kondisi-kondisi yang berat yang kemudian bisa terus diperjuangkan. Namun pada akhirnya
hafalan itu terselesaikan ya. Setoran hafalan 30 juz bisa terselesaikan pada hari ini. Dan tentu ini kebahagiaan bagi kita semua. Insyaallah, Ustaz, biar enggak sedih, selawatan dulu, Ustaz. Ya. Kita selawatan dulu ya. Menjelang maghrib bagus kita selawatan, yuk. Bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Jadi salah satu yang harus menjadi bersyukur adalah kita masih memiliki orang tua. Betul-betul. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah terhubung dengan Bapak Haji Agus. Tafadhol Pak Haji. Alhamdulillah kita sudah menunggu sambutan atau kata sepatah dua kata dari Ayahanda Haji Agus. Tafadhol Pak Haji. Baik, Pak Ustaz. Mangga, silakan Pak Haji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini murid atau santri dari Pak Ustaz Zuhud, yaitu Saudari Anisa Rukawati, telah menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Insya Allah apa yang sudah dicapai oleh saudari Anisa Rahmawati akan memberikan takwa dan ikhlas di dalam menjalani kehidupan ini, dan bisa dipularkan untuk menjadi semangat bagi kawan-kawan santriwati yang lain. Dan kami dari pesantren warga Haji Puswawiyoto mengucapkan sekali lagi selamat, dan insya Allah akan bermanfaat untuk agama, negara, keluarga. Itu mungkin Pak Ustaz Zuhud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathiran pada Ayahanda Haji Agus. Beliau adalah keluarga besar dari Abah Puspo Wiyoto, keluarga besar yang kemudian beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita, namun doa dari orang tua kita ini menjadi salah satu semangat bagi kita semua ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dari setiap niat, dari setiap perjuangan, dari setiap langkah-langkah yang baik. Teh Anisa tidak cukup sampai di sini, perjuangannya masih panjang. Berikan hadiah orang tua yang terbaik. Orang tua yang sudah mendahului adalah sangat menanti doa-doa terbaik, terlebih Al-Quran yang terus dihafalkan. Sebelum kita akhiri, mari kita selawatan lagi. Ya, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Ali Ghifari mau menyampaikan sesuatu, silakan. Alhamdulillah cukup doa yang terbaik ya. Baik, karena tadi yang membuka acara antum, silakan antum tutup. Taib alhamdulillah summa alhamdulillah tabarakallah li akhina li ukhtina annisa nur latifah binti almarhum Teddy Trisnadi li ikhtitami fi hadzal barnamaj fi khatmil quran li tasmi fi juz as-sadasin alhamdulillah summa alhamdulillah. Thumma yalih al-barnamaj ba'dah yani al-ikhtitam hayya nahtatim hadzal barnamaj bi qiraati alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin bi kafaratil majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik syukran hadza minna lasna bi lastu bi ahsani minkum wa lastu bi khair minkum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.